أدينا باقي نص ساعة غطسان. يا حبيبي أنا خايفة جوي يكون فطس. يا جماعة ما تقلقوش على الكابتن ماجد، ده بيبص الكورة في أربع حلقات، شوفوا بقى يجيب لنا الجهاز في كام حلقة. خايفة يا هانم يكون فطس؟ أيوه خايفة عليه. وبتقولي أيوه؟ خلاص احنا لما نرجع من المخروبة دي انت من طريق وانا من طريق. لا يا عرب طريقي طريقك يا عرب، اوعى تقول كده، ده انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. بصراحة يا عرب انا بعمل كل ده عشان يخليك تغير علي، والبنت السوي اللي هناك دي هي اللي قالت لي اعمل كده. ايه يا اختي انت هتتبلى عليا ولا ايه؟ طب ايه لها تصبحي من النوم تلاقيه بقى هلف كده هو النايم جنبك؟ انا ما قلتلكش حاجة، انا مش فاكر. يا بنت بتسمع كلام واحدة بتنسى اسمها، وانا محتاج كابتن ماجد عشان اغير عليكي. يعني انت من الاول بتغير علي؟ ايوه بغير، لاني نقصان ولا ضعفان ولا جربان ولا حد احسن مني في شيء. خلاص خلاص يا استاذ خلاص. ثواني لسه في تكملة. غيرت الراجل نار في مراجل. عيب عيب نار. عيب كده جخ بقى. معلش معلش يا عربي، بس انت ليه عربي ما بتعملش ندوات شعريه في ساقيه الصاوي؟ يعني ما فيش اقبال. لا 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 روح انت بس كلم محمد الصاوي ان شاء الله يعمل لك حفله. يلا يا جماعه يلا بينا، كابتن ماجد شكله راح البرازيل او فتس تقريبا. خلاص يلا اهو. ايه ده؟ ده هو بجد؟ ده ماسك حاجه في يده ولا ده صدفه ولا ايه؟ ده الظاهر عليه جهاز الارسال. الله اكبر الحمد لله. اللي راح البرازيل او اخطبوط كالو. يا اخي صف عيب. ده اسد، شوفي يا اختي طالع بيبرق ازاي، ده ولا الحوت. تاني يا بت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ عملت ايه؟ عمالة تتسكعي مع سليم بيه في انحاء الجزيرة وتهزري معاه وكأن مفيش معاكي راجل. هو فين ده يعني؟ لا لا معلش معلش ركزي معايا فكري كويس. انت لما طلعتي معايا من مصر ما طلعتيش ديوز. لا احنا اتفقنا كان فول بورب. بص يا ايمن احنا من ساعه ما وقعنا على الجزيره دي وانت مش معايا خالص، فلما تعرف تمسك نفسك كده وتجيب الست اللي جايبه مناخيرك الارض دي تبقى ساعتها تعمل عليا دكر وتعلق على تصرفاتي ورايحه فين وجايه منين والحبتين بتوعك دول. قبل كده انت مالكش اي حكم عليا ولا حتى انك تفكر تكلمني بالاسلوب ده. وما تنساش يا روحي ان انا نانا. سلام يا الراجل. ده ايه الوقعه المهببه اللي وقعت نفسي فيها دي؟ ده انا ضحكت عليا حتى قرود الجزيره. الحمد لله الحمد لله الجهاز سليم، بس للاسف مش لاقيت اشاره هنا. ما يمكن الاشاره هنا هو ضعيفه زي الحته بتاعت محور سفت. يا دي النيله. طب والعمل؟ ولا حاجه. احنا ممكن ايه أو إيه؟ أو إحنا لازم نشوف أعلى نقطة في المكان ده مليون في المية، لو طلعنا فوق هيلقط إشارة إن شاء الله. بقولك يا عربي أيوة، يا ريت بسرعة جدا تروح تجيب الراديو الترانزستور اللي أنت اتكلمت عليه إمبارح ده عشان أنفذ فكرتي اللي أنا اقترحتها إمبارح. فكرة إيه؟ والله العظيم فكرة. حاضر حاضر يا ملك الفيزياء. الأفكار ليها أجنحة يا عربي. يا بيه قول لنا هنروح فين؟ ورايا ما تسحبناش زي المعيز كده. أنا شايف إن ده أعلى مكان في المنطقة اللي إحنا فيها دي. لو طلعنا فوق الإشارة هتبقى أحسن بكتير. هي اسمها لو طلعت فوق مش لو طلعنا. مين قال لك إن إحنا هنطلع معاك؟ وبعدين هتطلع كيف؟ هتعمل زي الناس اللي هيطلعوا النخلة عشان يجيبوا البلح؟ أنا شايف إن إحنا ممكن نستغل الحبل اللي معانا. نحدفه على الجبل، نثبته كويس، نشد ندلدل الجبل، تقدر تتسلق بسهوله. ايه السذاجه دي يا حظابط؟ انا شايف ان واحد ياخد الحبل الجبل ويربط الحبل في الجبل ويدلدل الحبل من الجبل وبكده نوصل كلنا للجبل. على فكره دي نفس فكرتي، بس انت قعدت تقول الجبل كتير. على فكره فكرتي احلى منك. فكرتك ساذجه. نعم فكره عشوائيه. انت اللي عشوائي. لا لا لا. انت شايفه صح اعمله. خلاص خلصتوا؟ ما بنتناقش مع بعض. خلينا في المهم. عربي عايز ايه من عربي؟ انا املي فيك كبير وعايزك تركز في الجهاز. وانا عايزك تركز معايا. اول ما الجهاز يلقط اديني اشاره على طول. وهو الجهاز لسه هيلقط؟ ده لقط من زمان. انا حاسس ان الاريال اشتغل. المهم انه لقط. طيب يا جماعه ادعوا لي.
علي مهلك يا عاسر. خدي بالك من نفسك يا بيبي. قل لي يا بيبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. باي باي. وقعني وقف. الحقني يا عربي. دلوقتي افتكرتي عربي؟ الحقني يا بيبي. قالت لي يا بيبي. فخصة على الرجالة اختي. يا رب بس وهو ماشي فاق يلقى لنا اي شجره يكون فيها توت ولا لارنج. توت ايه ولا لارنج ايه؟ هو طلع شجره فيترك؟ احنا في ايه ولا في ايه يا هاني؟ اخوانا جو هنا حر قوي، ما تيجي تستخبى تحت اي شجره قدامه 3 4 ساعات قبل ما يطلع. نطلع فين يا عسل؟ ده شويه هتلاقيه جاي لنا. والنبي يا جماعه حد يشبك لي. طب ما تيجي نطلع كلنا مع بعض. طب ما تيجي نشوف مكان اقصر نستهبل. يا عربي ايه ده؟ مين اللي يعرف اسمي هنا؟ يكونش بوسطة؟ هو انت غيرت عنوانك على هنا؟ عربي! ما بطل ادارة هتظابط بقى! العربي! عربي! اسمك يا عم! مش انا يا ابني اللي بنده! اهو اهو! ايه ده؟ يخرب بيت ابوه! طلع ازاي ده؟ ده ولا نطاط الحيط! عايز ايه من عربي؟ ركز معايا! ايه يا عم انت الراجل العنكبوت؟ طلعت ازاي بالسرعة دي؟ أنا نسيت أقول لكم، سنة 92 كنا بنتمرن في جبل سانت كاترين عشان كيفية الإنقاذ. يا عم ما خلاص بقى هيقعد بقى يبشر ويقول لك سنة، مش سنة 92 دي كان في زلزال؟ يعني ما كانش في زلزال هتفرق؟ ده وقت حواديت ده. بص على الجهاز فيه إشارة ولا لا؟ أخبيها ناس فعلا ما بتعظمش التاريخ. ما علينا. ايه ده؟ انا عندي اشاره. ايه يا حظابط؟ ان شاء الله يركض عندك. جات لك اشاره؟ اصبر بشوف. هدي ما تزعقلوش كده. هو بقى شوف حاجه تانية كده. لا مش ناقد. وبعدين؟ طب في الحاله دي انا عايز الراديو يجيلي هنا. ابعتوا لي معايا حد. لا طلعهولي مع هانم. كنت واثقة انه هيختارني. ايه الفرحة دي؟ ايه اللي واثقة انه هيختارني واختارك في نهاية عرب ايدول؟ بقول لك يا باشا. نعم. حفظا على الكرامة يعني هطلع انا بالراديو. معلش يا عربي، الباشا طلب هانم. يلا عتاب زوقيها وطلعيها. يا باشا انا مش رخيص للدرجات دي. يا عربي مفيش مشكلة طالما هيصلحه وينقذنا طلعها له. والله لو كان طلبني انا كنت طلعت. ويا جماعة هو ايه التناكة اللي هو فيها اصلا دي؟ بتنزل انت تاخده. بقولك ايه يا كابتن، مفيش حد من العيال دي انا هطلع لك بالجهاز. طب اتصرفوا. اقول لكم احذفوا لي الحبل وبعد كده اربطوا الراديو فيه وانا هسحبه. يلا. لف لف وبعدين رجع لفكرتي. فكرتك ايه يا عم؟ انت هتمرض. دي فكرتي انا. فكرة الحبل. انا في الحبل انا كنت في الجبل. فكرتي انا وانت عايز تقول الجبل الجبل الجبل. ما عشان ازود فيها الجبل عشان اروح على ميم الجبل. لا لا دي فكرتي انا. بس اقعد بس يا عم. الله يا ريتني كنت سجلتها. يلا يا اخويا انت وهو. سيبوا لي بقى البتاع ديت عشان دي حركات حراميه وهجامين من الاخر. الخيبه دي خبيها. معلش هي بس عشان بقالي فترة والله. لا بعد اذنك. بقالي فترة بس. محاولة تانية. لا 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 لا. اتفضل. مش وقت نضيعه. القف بقى بسرعة. يو يو يو. وسع وسع يا اخويا. عشان بتنقوا. انت بتنقوا. وسع وسع. اقعد. وانا وانا وانا. ادي. هات بريه. لا خلاص ده بتاع بتاع. اوعى عيونك. اوعى يا فرج. فرج بيه. لا ما تعملش الحركات ديت احنا على موت كده. هو انا هيوصل. شايفين في هنا دماغ. ربنا يخليك يا عتاب. ركزي بقى ونشني صح. يلا. لا انت ما تعرفنيش في النشان. نحن لا 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 الله يخرب بيتك يا عتاب.
ما تفكوا نفسكوا كده يا ناس، مالكوا ساكتين كده ليه؟ مفيش، انا عن نفسي بظبط اشارة نجوم اف ام. زمان برنامج معاك في السكة ابتدى، احنا في الكنافة. حقيقة يا جماعة الإحساس نعمة، لا يعني مش كفاية إن هي قتلت الإنسان الوحيد اللي ممكن ينقذنا مننا، لا دي عايزانا نفك ونضحك ونفرفش. أنت جارية أوي يا نسعة تب. هي مين دي يعني اللي قتلت إنسان؟ أنا ما أقدرش أقتل الصرصار. أنت هتستعبط يا بت، أمال مين اللي حدف الطوبة على عيش الدبابير؟ لا هتخرج واكلة وش كابتن ماجد ووقع من فوق الجبل وقعد يبلع. كابتن ماجد؟ كابتن ماجد مين؟ شوف 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 لقم الفلاحين. على فكرة يا نسعة عتاب أنا متأكد إن أصولي كانت من الفلاحين. أنا مش فاكرة حاجة، أنا زي اللي الذاكرة بتاعتي اتمسحت، أنا مش فاكرة حاجة خالص، أنا فقدت الذاكرة. يا حبيبتي اوعى كده، يا حبيبتي يا أختي اهدي بس على نفسك يا أختي عشان ما تتعبيش بزيادة. فيها إيه؟ فيها كلكم عليها ولا إيه؟ براحة عليها، حرام عليكم، دي مخها لسه طاري، عامل زي البيضة الممششة كده. طب اسمعي يا ممششة أنتِ، مالكيش دعوة بالبت دي. انت هتعومي على عمها؟ انا ما بعرفش اعوم يا سعار. يا سلام، اعلمك العوم يا بنت. اخاف اغرق. اعمل فرج عوامه وانط بيه انقذك. اخاف الجندل يلدعني. ما تخافيش، ده احنا معانا الطحالب كلها. ده بزياده كحريت يا اخ عربي، عيب، ده احنا خارجين من دفنه الطعن.